ماشي بس معايا. كاتب محمد بركات في وفاة والده يعني الصبر لأسرة كابتن بركات. كابتن بركات ادى لمصر كتير، شايفين الكم والناس اللي موجودين جايين حبا في كابتن محمد بركات. اكيد والده كان له دور كبير في حياته، كان له دور كبير ووصل اليه. كل اللي بتمناه ان الصبر والسلام له وللأسرة، ويكون اخر الاحزان اللي كانت